بحضور سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، نظمت المحافظة فعالية لتنظيف ساحل جد الحاج بالتعاون مع جمعية جد الحاج الخيرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وبهذه المناسبة أشاد سعادة المحافظ الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة المحلية، خاصة فيما يتعلق بتلوث البلاستيكي، مؤكدا على الدور الفاعل الذي تقوم به المحافظة الشمالية بالتعاون مع كافة الجهات في سبيل تنوير الرأي العام حول الحالة البيئية والمشاكل التي تهدد مكوناتها وتوعية المواطنين حول القضايا البيئية والتنمية المستدامة. وأشار محافظ الشمالية إلى أنه تم اختيار ساحل جد الحاج لهذه الحملة نظراً لما يتعرض له هذا الشريط الساحلي من انجراف للعبوات والمواد البلاستيكية، مما يتسبب في تراكمها ويجعل منها تهديد ومصدر تلوث بيئي، داعياً الجميع إلى عدم رمي مخلفاتهم والقوارير البلاستيكية حفاظاً على سلامة البيئة البحرية والشواطئ. الجدير بالذكر أنه شارك في الحملة ما يقارب 60 متطوع من الجنسين، تمكنوا من خلالها من تجميع مخلفات لمواد بلاستيكية وصلبة وأخشاب.